يا من يريد أن يعيش أسعد لحظاته، جرب يا أخي الكريم لحظة التوبة والعودة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ، لاحظ معي، كلنا ذاك المذنب، تخيل نفسك أنت المخطئ ورجس الذنب على جسدك والخطيئة آثارها عليك، ثم في لحظة بعد أن قارفت المعصية والخطيئة ما لك ملجأ إلا إلى الله، فقمت تتوضأ حتى تطهر نفسك من أجرانها، ثم قمت بين يدي ربك فتحسن الطهور، ثم تقوم فتصلي لله ركعتين، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. أرواه الخمسة. نعم، إن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول لي أحد الإخوة: كنت في حال من الضيق والضنك لا يعلمها إلا الله، قارفت كل الذنوب والخطايا ووقعت فيما لا أعلم وأعلم من الخطايا والذنوب، وفي يوم من الأيام وفي إجازة من الإجازات الصيفية سافرت خارج البلاد حتى أفعل من المعاصي ما أشاء وأقارف من الذنوب بغير استحياء. قال: وبينما أنا في ذلك البلد بعد يومين أو بثلاثة إذا بي أشعر بضيق لا يعلمه إلا الله، بضنك شديد وحال لم أجد نفسي في مثله. قال: فقلت أرجع إلى بلدي حتى إذا مت أموت في بلدي. قال: فرجعت وبقيت في المطار ليلة كاملة أنتظر رحلة بعد رحلة حتى سافرت على إحدى تلك الرحلات. قال: ورجعت إلى بلدي، فلما وصلت إلى البلد الذي أنا فيه إذا بي في نفس الضيق والضنك. قال: خرجت في يوم من الأيام إلى قهوة أو إلى منتزه أو إلى كافيه كما يسمونه الآن، قال: والله من شدتي ما في من الضيق والضنك أدخن بيد وأشرب الشيشة بيد، أدخن بيد ولع عليها النار والعياذ بالله، أشرب الشيشة بيد وأدخن بيد. قال: وبينما أنا في هذا الحال إذا بي أتأوه آهة تخرج من صدري ومن أعماق نفسي. آه، فقال لي أحد الجالسين، قال وهو من رفقائي: ما بك؟ لماذا تتأوه؟ قال: يا أخي والله أني أكاد أموت من الضيق والضنك، أكاد أموت من الطفش، وين السعادة يا أخي؟ رحت سويت وعملت، سهرت ونكرت، شربت وعملت، ثم ماذا؟ أشعر بضيق لا يعلمه إلا الله. قال: فقال لي صاحبي: تبغى السعادة؟ يقول هو قاعد معي في القهوة: تبغى السعادة؟ يقول: إيه والله أبحث عنها في كل وقت وفي كل حال. قال: والله ليست عندنا، والله أن السعادة عند المطاوع في المسجد. يقولوا معي في القهوة جالس. يقول: فقلت له: ما يخبرك؟ من أدرك؟ قال: جربتها معهم أيام وليالي. قال: وقعت هذه الكلمة في قلبي لأني كنت محتاجا لهذه السعادة. قال: ذهبت إلى البيت، دخلت في غرفتي، دخلت في بكاء شديد وفي ضيق لا يعلمه إلا الله، وبعد قليل إذا بي أسمع المؤذن يؤذن. قال: تذكرت كلمة أخي صاحب أنها في المسجد. قال: قمت فتوضأت، اغتسلت وتوضأت وخرجت إلى المسجد. قال: صلى بنا الإمام فإذا بكل ركعة وبكل آية تنكشع عن نفسي ظلمة، في الركعة الثانية كاد أن يغشى علي من البكاء. بعد أن انتهينا من الصلاة قال: لم أخرج من المسجد خوفا على اللذة التي أنا فيها. يقول: خاف أخرج تروح اللذة، أنا مبسوط، أنا سعيد من أيام بل من سنين ما عرفت هذه السعادة. قال: فأردت أن أبقى في المسجد، فجاء إلي المؤذن قال: تخرج يا ولدي، انتهت الصلاة. قال: فخرجت في بكاء شديد. قال: وجلست معه. قال: وفتح الله تبارك وتعالى علي الهداية والتوبة، فعدت إليه سبحانه وتعالى فقال لي كلمة. قال: والله يا شيخ، والله لما رأيت السعادة التي يعيشها للإيمان أردت الإيمان كله في لحظة وأن ألتهم الدين كله في دقيقة، مثل الأعمى إذا دخل في النور، الأعمى إذا دخل في النور يكاد يعمى، ما عاد يعرف يشوف شيء من أنه رأى شيئا لم يره في حياته. قلت: هذه هي الهداية، هذه هي التوبة، حينما تقبل على الله تبارك وتعالى فيغفر ذنبك ويكفر سيئاتك. باب التوبة مفتوح، طريق التوبة مفروش بالورود، عودة إلى الله تبارك وتعالى وذل وخضوع وانكسار واعتراف، يفتح الله لك باب مغفرته ورحمته فيغفر الذنوب سبحانه وتعالى. فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا.